الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. ها هو رمضان قد فارقنا بعد أن حل ضيفا عزيزا غاليا علينا لمدة 30 يوما، ولكن هل تركنا رمضان وهو راض عنا، أم رحل وهو يبكي حسرة علينا وعلى أحوالنا؟ نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا رمضان كما بلغنا إياه، ووفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن آناء ليله وأطراف النهار. في هذا اليوم سنتحدث عن وسائل الثبات بعد رمضان. أحبتي الكرام، من وسائل الثبات بعد رمضان الدعاء بالثبات. فإذا أردت أمورا تعينك على الثبات فاسأل الله عز وجل أن يثبتك، فربك أكرم من أن تدعوه ولا يستجيب لك. وكان هذا فعل حبيبك صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وليكن رمضان هو نقطة الانطلاق والبداية، لا نقطة التوقف والنهاية. وداوم على الخير والعطاء الذي تعودت عليه في رمضان، وسل الله أن يصرف قلبك إلى طاعته وأن يرزقك المداومة على عبادته. فقد كان من دعاء عبد الله بن عمر: اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. ثانيا، تذكر ما أعده الله للمطيعين. فلو تذكرت حبيب المسلم حبيبة المسلمة أجر الأعمال وثواب الطاعات ما توقفت عن العمل. صيام يوم واحد يباعدك عن النار 70 سنة. تلاوة القرآن الكريم تشفع لك عند ربك ولك بكل آية حسنة. الصدقة في سبيل الله تأتي في ظلها يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق. قيام الليل نور لك في قبرك ويلحقك بالصالحين. المحافظة على الصلوات الخمس نجاة ونور يوم القيامة. فضع أمام عينيك الثواب والأجر، فهذا يدفعك إلى مزيد من العمل والخير. ثالثا، من وسائل الثبات بعد رمضان المداومة على العمل وإن قل. ومن المعينات على أمر الثبات أن تواظب على الأعمال والطاعات مهما كانت قليلة، فلا تحتقر أي حسنة ولا تستهن بأي معصية. وأن تصبر على الطاعة فاعبده واصطبر لعبادته كما قال الله عز وجل في سورة مريم. وتخبرنا السنة النبوية أن من أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. يقول ابن حجر: فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط الله عليه بها. رابعا، احذر وساوس الشيطان. إن مهمة الشيطان أن يوسوس لك ليفسد عليك طاعتك ويقعدك عن همتك. يقول يحيى بن معاذ: يا ابن آدم احذر الشيطان، فإنه عتيق وأنت جديد، وهو فارغ وأنت مشغول، وهمه أو همته واحدة وهي هلاكك، وأنت مع همم كثيرة. والشيطان يراك وأنت لا تراه، وأنت تنساه وهو لا ينساك، ومن نفسك له عون وليس من نفسه عون. ويحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطوات الشيطان، فقد جاء عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، قال يزيد، متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأخيرا أوصيكم بالحذر من هؤلاء. لما سئل بشير الحافي رحمه الله عن أناس يتعبدون في رمضان ويجتهدون فإذا انسلخ رمضان تركوا، قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يوفقنا إلى أن نكون على الحال الذي كنا عليه في رمضان، والحمد لله رب العالمين.